بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بهني دكتور طارق ودكتور حنان ودكتور ميرفت على المؤتمر الناجح. و دايما الواحد بيحس في مؤتمرات كتير قوي بيروحها بيبقى مبسوط فيها قوي انه موجود، انما المؤتمر في حاجه تخصنا زي الانتنسيف كير طبعا، فده هو ده اجمل حاجه الواحد بيحب يحضرها واجمل حاجه الواحد بيحب يشوفها، بالذات مع يعني اساتذتي واخواتي دكتور طارق ودكتور حنان. يعني بالتوفيق ان شاء الله، ودايما من نجاح لنجاح. وبنشكر كل الناس الاطباء زمايلنا الحضور على تواجدهم لغايه دلوقتي، يعني بعد يومين طوال بمواد علميه ثقيله. يعني طبعا اتشرف ان انا اقدم بروفيسور دكتور خالد طلعت، شرف كبير جدا ليا حضرتك النهارده. المحاضره بتاعت النهارده سهل ممتنع بيتهيألي، مش كده حضرتك؟ يعني هنسمع فيها حاجات اكيد مهمه. ات لوكس لايك ان هي فيري ايزي، انما كعنوان، انما بيتهيألي جواها هيبقى فيها كل الحاجات المهمه. اوكسجين ثيرابي، اتفضل يا بيه. اتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا أحب أشكر الأستاذ الدكتور طارق عبد الجواد، الأستاذ الدكتورة حنان، الأستاذ الدكتورة ميرفت على دعوتي للمؤتمر. الحقيقة أنا قلت للدكتورة حنان يعني أصل هو اللي بياخد آخر جلسة ده، يعني ما الناس شبعت وأدخمت وأرهقت وتعبت، فأنت عايز توصل معلومة يعني very easy وسلسة وسهلة عشان خلاص يعني انت الديزيرت، مش كده؟ صح كده؟ تمام. الديزيرت، نيجي في الديزيرت. ايه؟ ايوة. الموضوع بتاعنا النهاردة هو اوكسجين ثيرابي. طبعا هو بالعنوان كده زي ما الدكتور قال كده، ما هو ايه اوكسجين ثيرابي؟ يعني ما هو اي عيان في اي مستشفى في اي رعاية في اي استقبال في اي حتة تعبان مرهق اكزوهوستد ديستريسد، يعني هتعمله ايه؟ حطه على الاكسجين. يعني دي مش محتاجه اي فتاكه ولا شطاره ولا اي حاجه، حطه على الاكسجين. حتى محمود المليجي في فيلم حكايه حب لما كان اول مره في حياته واخر مره يطلع دكتور، لما عبد الحليم حافظ تعب قال ايه؟ حطه على الاكسجين. يعني من غير ما يسال حتى، يعني الراجل اغمى عليه وهو بيغني، يعني ممكن يبقى بوست ارست بس برضه ايه؟ حطه على الاكسجين. نعرف بقى ايه حكايه حطه على الاكسجين دي. طبعا اي اوكسجين بنديه مور ذان الروم اير كونسنتريشن هو 21% ده بنعتبره اوكسجين ثيرابي، يعني 22 اوكسجين ثيرابي. طبعا انا هديه امتى؟ لما يبقى عندي تريت او بريفنت السيمتوم اند مانيفيستيشن اوف هايبوكسيا، وهنعرف ازاي. الليرنينج اوبجكتيف احنا عايزين نعرف الاوكسجين ده هديه ازاي، ايه الادوات اللي هديه بيها، وامتى اعتمد ولا اعمل مونيتورنج سريع. انا مش عايزين حاجات معقده، حاجات سريعه كده وانا قاعد في اي وحده ريفيه اعرف ان انا اشخص العيان بتاعي واعمل مانجمنت مظبوط. الارقام دول ارجو ما ننساهمش، معلش بس استاذن استاذ دكتور طارق عشان هو اول محاضره، انا المفروض دي ابقى انا تاني محاضره وراك، فهو انت قلت 92 96 فاسمع سيادتك بس هننزل 96 هنخليهم 95. فاحنا عايزين 92 95 خلاص. فوق ال 95 لو سمحت ما تحطش العين على الاوكشن، وات ايفر هو فيه ايه، دور انت العين ديستريسد من ايه تاني وعالجه الديستريس بتاعه. تحت ال 92 حطه على الاوكشن بعد اذن حضرتك. طبعا زي اي حاجه في الدنيا، اي عين ديستريسد اول حاجه اعملها اعمل اللي هو البرايمري اسسمنت، الترياش بتاعي والتراينجل اللي هو الابيرنس والورك اوف بريثنج والسيركيوليشن والسكن والاي بي سي اللي كل الناس عارفاه. طيب انا هدي الاوكشن ده هدي ازاي؟ ايه الادوات اللي توصل لي اوكشن؟ ناخدهم مع بعض كده. النزل كانيولا، الفنتوري ماسك، الاوبن فيس تنت، السيمبل فيس ماسك، البارشال ريبريزر، النان ريبريزر، والميكانيكال فنتيليشن. هنتكلم على كل واحد منهم بالتفصيل دلوقتي سريعا. اول واحد مين عندنا؟ اللي هو البوردون جوج، وده اللي هو اسطوانه الاكسجين اللي في اللي بنعتبرها يعني في الايرا بتاعت الكوفيد، ان بقت الناس نسبه ضخمه جدا من الناس حتى اسطوانه الاكسجين في البيت. تمام. ايه مشكله بقى الوصله بتاعه الاكسجين اللطيفه اللي هم الناس بيستعملوها دي اللي هي ده ايه مشكلتها؟ حاجتين او ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه الارقام عليها ما هياش دقيقه ونوت انديكيت اني ثينج، يعني ممكن يبقى الاسطوانه مثلا فاضيه او فاضل لها حاجه بسيطه خالص وتديك ان هي نصها مليان. البريشر اللي انت بتفتح بيه، يعني احنا بنقول مثلا ايه، ادي العيان ده فلو مثلا على 2 لتر، ادي له على 4 لتر. لا، الارقام اللي طالعه دي ملهاش علاقه خالص، انت حاطط على 2 وهو جاز بيدي 4، انت حاطط على 4 وهو بيدي 2،
فلو سمحتم اعتبروا دي ان هي مجرد بس زي ايه الانبوب اللي بيسموها الاسطوانه بتاعت انبوبه البوتاجاز اون اوف، بس مش اكتر من كده. الحاجه المهمه بقى اللي كل الناس بتستعملها في الاستقبالات، ان هم لما بيحبوا يتوصوا من العيان او عيان عنده واسطه فبيعملوا فيه ايه، يدوا له النيبولايزر بدل ما يدوا له بالجهاز يدوا له باسطوانه الاكسجين، او يعلقوه بالفلوميترز. ما اعرفش انتوا الناس اللي شغالين يعني ايديهم في السوق عارفين القصه دي. طبعا الفلوميتر العادي بتاعنا اللي في الحيطه هنجيب سيرته دلوقتي ده ماشي اوكي، لان انا عارف انا بدي فلو قد ايه. لكن ده لا، لو سمحتوا ما حدش يدي النيبولايزر عن طريق اسطوانه الاكسجين، لان الارقام اللي طالعه الاف اي تو اللي انت بتديه ان كنترولد. المشهور طبعا هو الثورب تيوب فلوميترز بتاعنا الجميل ده، بس نخلي بالنا وانت بتمر كده سريعا العنايه، عينك على البرطمان وتاكد ان البرطمان فيه ميه، وتاكد ان الميه شفافه بس، لان غالبا الميه بتبقى خضراء او مش موجوده فيها ميه خالص. طيب انا هدي هاي فلو ولا لو فلو؟ الهاي فلو مش هيعتمد على الريسبيراتوري ريت بتاع العيان، انت بتدي اف اي 2 اللي انت عايزه بغض النظر العيان بياخد ريسبيراتوري ريت قد ايه، وده مش موجود غير في الفنتوري ماسك والميكانيكال فنتيليشن. الباقيين كلهم بقى اي حاجه تانية من اللي احنا هنقولهم دلوقتي هو معتمد على الريسبيراتوري ريت بتاع البيشنت بتاعك. فالاف اي 2 اللي انت بتديه لازم طول الوقت بتعمله سينكرونايزيشن مع الريسبيراتوري ريت، وهل العيان ده بياخد ريجولار ريسبيراتوري ريت ولا ايرريجولار ريسبيراتوري ريت، عشان ده هيحكم انت هتدي له الاوكشن بتاعك ازاي. طبعا اشهر واحد عندنا اللي هو نيزل كانيولا، ودي من 1 ل 6 لترز، ما بديش اكتر من 6 لترز بنزل كانيولا، لان بشوف ارقام يعني ما شاء الله عليهم. وده على طول انت عينك على ايه، تقيس الريسبيراتوري ريت. لو الريسبيراتوري بتاع البيشنت بتاعك ده ريجولار، يعني هو بيتنفس ريجولار ريسبيراتوري ريت، ممكن تعلى بيه لحد 6. لو هو الريجولار ريسبيراتوري ريت من فوق 2 زي قلته، يعني انت الماكسيمم بتاعك هيبقى 2 لتر. طب انا هدي له 3 لتر 4 لتر 5 لتر 6 لتر زيهم زي ال 2 لتر طالما انت عندك الريجولار ريسبيراتوري ريت. فدي برضو نقطه نخلي بالنا منها. طب انا عايز اعرف انا بدي اف اي 2 قد ايه؟ طبعا في معادلات كتيره اتكتبت، هو بسهوله خالص لكل الناس اضرب 3 في الليترز اللي بتديها. انت اللي بتدي 3 لتر 3 في 3 ب 9 زائد 21، يبقى انت بتدي اف اي 2 30% او ايه 0.3. طبعا ده بيتوقف بقى في معادله ثانيه لو العين هوسبيتالايزد وعين مش هوسبيتالايزد، برضو انا بقول لكم ايه حاجات ايزي. طيب شويه ميث كده عن النيزل كانيولا، وناس كتير بتعملها. لو العيان اورال بريثر ما تحطش نيزل كانيولا، لا مش هتفرق. طيب لو العيان عنده نزل بلوك او كونجيشن حط له نزل كانيولا في بقه، برضه ناس كتير بتعمل الحركه دي، لا لو سمحتوا لا، النزل كانيولا يعني نزل كانيولا، مش هتديها في النوز ما تديهاش، ما حدش يحط نزل كانيولا في الماوس بليز. طب ايه الحاجات التانيه اللي عندنا؟ سيمبل فيس ماسك طبعا كل الناس عارفاه وبنستعمله، بس ارجو نخلي بالنا ان الفيس ماسك ده فيه خرام من الجنب. خرام في الجنب دي وظيفتها انها تطلع السي او 2. النيرس بتعمل حركه لطيفه قوي عشان لما بحب تتوصى بحد، يا دكتور طارق بيه تقوم عامله ايه، جايبه بلاستر وسد الايه الاخرام اللي في الجنب. فبليز ما حدش يعمل الحكايه دي. في عندي طبعا البارشال ريبريثر والنان ريبريثر، غالبا موجوده في العنايات مش موجوده في الاستقبال يعني. طب انا نقطه جوهريه بالنسبه للفيس ماسك، ممنوع الفيس ماسك اقل من 6 لتر، يعني انت عايز تديله 4 لتر 3 لتر، او شايف العين عندك كان كويس وتعبان كان ماشي على 10 لتر مثلا الاول، وانت بتنزل بيه سنه سنه وصلت ل 6 نزلت ل 5، يبقى تقلبه على طول على نزل كانيولا، ما تحطوليش على فيس ماسك، لان الفيس ماسك اقل من 6 لتر بيعمل سي او 2 بيلت. فالسي او 2 بيلت ده هيعمل لك سي او 2 ريتنشن، ولما تيجي تعمل لما نيجي بعد كده شويه للالفر ارتيريال اوكشن ديفرنس هيلخبط لك الالفر ارتيريال اوكشن ديفرنس بتاعك، يبقى العين هيبوكسك وطالع الجريديانت نورمال. سوري. طبعا الفنتوري جميل جدا وبالالوان، وكل لون من دول بيقول لي انا الاف اي 2 اللي بديه كام، واتفقنا الفنتوري هو والميكانيكال فنتيليشن الحاجتين الوحيدين اللي اندبندنت من ريسبيراتوري ريت. يعني بغض النظر بعين بياخد ريسبيراتوري ريت كويس نورمال هاي الريجولر، انت عايز تدي الاف اي 2 بتاعك العيان ده 60% هيوصل لك 60% اللي انت عايزه. زي ما انتم شايفين كده الارقام، الناس اللي شافت الفنتوري هو بيبقى معاه بيلف كده معاك وانت بالالوان، يعني حط اللون وكل لون له رينج، انت بتختار الايه السيتويشن اللي انت عايزه.
التي بي اس الناس اللي على ميكانيكال فنتيليشن قبل ما تشيل العام من على الميكانيكال فنتيليشن ممكن يوصل لحد 100%، او الاوكشن اللي انت بتديه لفقته اللي انت حاطه على الجهاز هيطلع لك، ودي برضو من الحاجات الكويسه اللي انت بتديك، وخاصه انك بتدي جود هيوميديتي من الايه من الفنتيليتور. بعد كده الانكلوجر سيستم، عندي التنت والهودز. انا شخصيا بحب الجهاز ده جدا اللي هو الاوكشن هود، جميل. الفيس ماسك دايما تلاقي اول ما تحط فيس ماسك او نزل كانيول الطفل يقعد انويد ويعيط ويرفس ويشد بايده، لكن ده يعني بتبقى الدنيا سيف. نخلي بالنا طبعا ان هو في فتحه هنا بتبقى موجوده هنا ما بين النك بتاع الطفل وما بين الهود، دايما التمريض لذيذ جدا بيعمل ايه، يوم جاب قطن ومحبش يعني برضه نفس القصه، هيعمل سي او 2 بيلت جوه الايه جوه الهود. والهود من لازمه الحاجات اللي ممكن تديك لحد 90% اف اي 2. في بعد كده بقى الاوبن فيس تنت المفتوحه ديا، وفي اللي هو الاوكشن موستاش. الانتوبيشن طبعا هيديك اوكشن طبعا اللي انت عايزه، خاصه لو البيشنت بتاعك انت مش وصلت لحد 100% بالوسائل الخارجيه بتاعتك ولسه البي او 2 بتاعه مش عايز يعلى عن 80، او اللي انت العين عايز تعمل بروتكشن للاير واي او في ريسبيراتوري فيلير. طبعا البيب جميل جدا انك انت تعلي بيه الاوكشن ديليفري اللي انت عايز توصله، لان هو طبعا هيعمل لي هيشفت الانترستيشال بالمونري ووتر جوه الكابيلاريز وبيحسن الاوكشن ترانسبورت ثرو ذا ميمبرين. الاكمو طبعا الجهاز الجميل استاذ دكتور طارق اتكلمنا عنه، يعني هو موجود في القصر العيني. بقيه الحاجات كلها مش مهمه عندنا. نيجي بقى للايه للايكويشن. هو دايما بيقول الفلر ارتيريال اوكشن ديفرنس، يعني انا عايز اشوف الالفلر بي اللي هي الاي كابيتال او 2، ودي معتمد على ايه؟ معتمد على اف اي 2 اللي حضرتك بتديه، على البريشر بتاع الاسبيريتو اير، على البارشال بريشر اوف ووتر، وسربرايز معتمد على سي او 2 البي سي او 2 بتاعك والريسبيراتوري ايكويشن. فاختصارا لو انا على السي ليفل، يعني عيان على السي ليفل وما بدهوش اوكشن، فبقول 150 ناقص البي سي او 2 على 8 من 10، ودي متهيألي معادله سهله خالص ممكن الناس ايه تحسبها عشان تحدد البي او 2. طبعا غالبيه اجهزه الاي بي جي الجاهزه بتطلع لك على طول الالجر الالفل ارتيريال اوكشن ديفرنس، بس من فضل حضرتك الانبوت انك دايما بندي للنيرس، تروح النيرس تعمل الاي بي جي وتقوم جايه لك بالنتيجه، تقول للنيرس انت حاطط الاف اي 2 كام، لان طبعا الجهاز اوتوماتيكالي مظبوط ان الاف اي 2 21%، فلازم نعمل انبوت لده. حاجه مهمه برضو طالما جت سيره الاي بي جي، ان ناخد بالنا ان الـ وانت بتحط لازم تحط التمبريتشر، لازم تحط التمبريتشر بتاعك. طيب لو انا عندي الفا ريتير اوكشن جريديانت نورمال والعين برضو هايبوكسيك، فده معناها ان العين اما هايبو فنتيليشن عنده بي سي او 2 عالي، او العيان اكستريم اليفيشن. طبعا لو الجريديانت عالي ممكن افكر في الفي كيو مس ماتش والشنط والامبيرد ديفيوجن. طيب في بديل لو انا ما عنديش الجهاز بتاعي بيطلع او انا مش عارف احسب؟ في طبعا السهل بتاعنا اللي هو البي اف ريشيو. النورمال بتاعي فوق 300 طبعا بكتير، 476، بس بنقول اب نورمال بقى من 200 300، من 200 بنخش في اكيوت لانج انجري او في الار دي اس. طبعا ده كالكيوليشن اللي احنا قلنا عليه من شويه. طيب هل انا الرقم لما اخده، الرقم لما اخده بتاع البي او 2 عشان ابين بس اهميه الالفر ارتيريال اوكشن ديفرنس، هل مثلا عيان زي ده مثلا البي او 2 بتاعه 120، البي اتش 748، البي سي او 2 32، يعني ظاهريا كده العيان ده محطوط على 50% اوكشن، فممكن اخده ان هو اتس اوكي ماشي، العيان شكله كويس وماشي كويس. لكن لو جيت قارنته بعيان تاني البي اتش بتاعه 733، بي سي او 2 46، البي او 2 92، ظاهريا ودي النقطه اللي بركز عليها دايما، لو سمحتم ما حدش ياخد الاي بي جي بالمنظر، لازم اقرا الارقام، طبق الارقام على معادلاتك عشان تعرف البيشنت بتاعك فيه ايه. ظاهريا ممكن افكر ان العيان الاولاني احسن من العيان الثاني، لكن لما جينا حسبنا الالفر اوكشن ديفرنس في الاثنين لقينا ان الالفر جريديانت في الاولاني 197 واللي تحت 43، تمام، نتيجة ايه؟ فرق البي سي او 2 بتاعي ونتيجة فرق الاف اي 2 اللي انا حاطه. طب هو العيان لما انا بديله اوكشن هل ده بيأثر على الجريديانت؟ بيأثر على الجريديانت طبعا، بس بيأثر within normal equation اللي هي المعادلة دي.
المعادله بتقول ايه؟ ايج على 4 بلس 4، ده بيديك النورمال جريدينت على الروم اير عشان اعرف الجريدينت لكل بيشنت عندي قد ايه. طب الجريدينت ده هضيفه على 50 في الاف اي 2 ناقص 21% اللي هو النورمال بتاعي، ده يعمل لي ادجستمنت اوف فيسيولوجيكال شانت. هيبقى العيان ده لو طلع الرقم ده يبقى ده الفيسيولوجيكال شانت بتاعه. انا المفروض عيني 12 لقيته 40، فمقولش الحق يا جدع ده الراجل ده عنده انترا بالمونري شانتنج، لا ممكن يبقى ده فيسيولوجيكال نتيجه ان انت حاطه على اف اي 2 40% او 50%. طب الساتوريشن طبعا كلنا عارفين الاوكسجين ساتوريشن، بقول عليه اوتو سيت، بقول عليه بي اي او 2 وبقول عليه اس اي او 2. ايه الفرق بين الثلاثه؟ البي البي اس البي اي او 2 اللي احنا بنتكلم عنها، الاس بي او 2 ده اللي انا بقيسه بالبلس اوكسيمتري، الاس بي او 2 ده بتاع البلس اوكسيمتري، الاس اي او 2 ده اللي بيتقسم البلد جاز. الاوتو سيت تمشي على الاثنين. فانا دلوقتي لو انا عيان جاي لي بالريبورت بتاعه مكتوب عليه اوتوسات، انا ما عرفتش الاوتوسات دي بتاعت البلس اوكسيمتري ولا بتاعت البلاد جاز. طب دي مهمه؟ اه مهمه جدا. لما نقول دلوقتي مش هنخش بقى التفاصيل عشان التايم، ما اعرفش الوقت بيجري بسرعه ليه كده، نعرف بس ان في عندي جهاز تاني غير البلس اوكسيمتري اسمه كو اوكسيمتري. والكو اوكسيمتري مسته ايه؟ ان بيطلع لي الابنورمال هيموجلوبينز. لو عندي ابنورمال هيموجلوبينز ان ذيس بيشنت بعرف ايه؟ اشوفهم على طول اوتوماتيك منه، مش محتاج ان اعمل ايكويشنز تاني. طب انا ما عنديش يقول لي اوكو اوكسيمتري ده، انا كل اللي حتي البلس اوكسيمتري، فعلى طول عندي تو ابنورمال كونديشنز اللي هم الميت هيموجلوبين، وده من الحاجات المشهوره قوي 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 اللي بتجيب لنا الميت هيموجلوبين، ده مش حاجه بعيده يا شباب، اللي هو البنزوكين. البنزوكين ده اللي الام ايه الواد بيسنن حط له ايه؟ مسكن. هروح لدكتور الاسنان يحط مسكن، هعمل برونكوسكوب يحط مسكن، كل ده بيعمل لي ميت هيموجلوبين. برضه مش هنعدي بقى عشان التايم في التفاصيل بتاعته، نعرف بس ان انا العلاج بتاعه الميثيلين بلو، وده مهم، والميثيلين بلو طبعا افيلابل وبنستعمل وما نفوتوش. انا بقى عايز اعرف اللي مع الكربون مونوكسيد بويزنينج برضه نفس الحكايه الافكت بتاعه، انا هدخل على طول ازاي نفرق ما بينهم، اللي هي حاجه مهمه قوي اسمها ساتوريشن جاب. يبقى اي عيان داخل لي استقبال عنايه بعمل له لازم اوكسجين ساتوريشن على حاجتين، باخد بالبلس اوكسيمتري واخد بلاد جاز اي بي جي واشوف الاس اي او 2 بتاعه. لو لقيت الفرق مور ذان 5 على طول افكر ان انا عندي يا ميت هيموجلوبين يا كربون مونوكسيد بويزنينج. لو الاس بي او 2 اقل من الاس او 2 فانا بفكر في ميت، لو الاس بي او 2 اكتر من الاس او 2 بفكر في كاربوكسي هيموجلوبين. ودي حاجه مهمه عشان ما نضيعش وقتنا كتير في ان العيان ازرق وانا بديله اوكشن، طب ده بالمونري امبوليزم ولا ده في ايه يا دكتور؟ لا على طول لو سمحتوا ايرلي وفي الاول اول ما يدخل لكم. اخر حاجه سريعا معلش الوقت بقى، اللي احنا بنسميها ايه؟ ريبرفيوجن انجري. وده العيان دايما اللي احنا بنتكلم عنه ايه؟ عيان ارستد. ارستد بقى وقع في درعه، امه سابته في البانيو، ودي مشهوره قوي دلوقتي الامهات الجداد يعني تقعد على الفيس وتسيب الواد يلعب في البانيو شويه ميه، الواد اتزحلق اتخبط غرق، بعد ساعتين تيجي تبص عليه تلاقي الايه الزبون غرقان في الميه. طبعا تجيبه لحضرتك بوست ارست، وانت طبعا ايه اول حاجه بتيجي بوست ارست نعمل ايه دكاتره؟ جاي لك عيان بوست ارست متركب اليوتيوب، هتعمل فيه ايه؟ حطه على الاكسجين بس. يو كيل هيم. فلو سمحتوا برضو نفس القصه نرجع 92 95، بص على عيانك 92 95. طب هو يعني العيان كان واقف في البانيو في الاوضه اللي جنبك؟ لا، واقف في بيتهم وجي على الاستقبال اللي جنب بيتهم ولا الدكتور اللي في حارتهم عبال ما راح مش عارف فين وجي لسيادتك، اكيد ناس من اللطاف دول كلهم حد تطوع مشكورا وحطه على ايه؟ على هاي اوكشن. هنشوف بقى نعمل فيه ايه. انا مش خش في تفاصيل كتير، انا كل القصه كلها بتقول ايه؟ ان انا عندي حاجه اسمها فري اوكشن راديكلز. في ريأكشن راديكالز جيا نتيجة الفترة بتاع الإسكيميا وفترة الريبرفيوجن دي بتدمر الميلين شيس بتاع الوايت من الوايت ماتر اللي موجود في البرين. دول الزمان اللي كان دايما عيان لما بيجي لك بص أرست أخباره يا دكتور هتبقى كويس والله هو ممكن يعيش بس هيطلع بسي بي خلاص، وفضلت عينين كتير لإيرا طويلة جدا كلهم بيطلعوا إيه ما شاء الله كلهم بسي بي، يروحوا للنيورولوجي بقى. طيب الاوكسجين فري راديكال برضه مش خش في تفاصيله كتير، بس نعرف ان اهميته مثلا حاجه مهمه قوي، ان واحد زي ستيفن هاوكينج كان عنده وان انزيم بس اللي ربنا خلقه في جسمنا كان فيه ميوتيشن خلاص، اللي هو مين؟ اللي هو كابر زنك
السوبر اوكسايد ديسميوتيز، واحد بس انزيم. احنا ربنا خلق لنا حوالي 20 او 30 انزيم علشان يشيلهم الفري اوكسيد راديكالز من جسمنا، خلاص. فعمل له اميوتروفيك لاترال سكليروزس، والراجل يعني عاش حياته كلها يعني معوق، خلاص يعني حركيا يعني طبعا ذهنيا ما شاء الله عليه، بسبب ان هو عنده وان انزيم مش ايه في مشكله. طبعا برضو مش هخش في التفاصيل، هنستخدم الحاجات بقى اللي احنا بنستعملها. اول حاجه اوعى تحط العيان ده، سيب العيان يبقى هايبر كليميك شويه لو سمحت، ما تديلوش كالسيوم. انا بتكلم على العيان اللي جاي لك بوست اريست، انا عايزه هايبوكالسيميك، ولو حتى لقيته نورمال كالسيوم او حد من اللي قبل منك علق كالسيوم اديله ديلتيازيم، اديله كالسيوم شانل بلوكر، تمام. في واحد كده كان يعني مزاجه حلو وقال لك لا مش انت بتقول كربون مونوكسيد بيشيل الاوكسجين، طب ما انا العيان ده مش انت خايف من الاوكسجين فري راديكالز، طب ما اديله كربون مونوكسيد. ومشت برضو ايرا حلوه ان العيانين البوست اريست خلاص بيدوهم ايه كربون مونوكسيد، بس الحقيقه هو الجهاز بتاعه معقد جدا والنسبه معقده جدا، فانت حرك ما تبقاش عارف. نيجي بقى للاخ الجميل اللذيذ ده اللي احنا بنستعمله بقالنا فتره، بقى لحد 5 سنين ونتائجه مبهره، اللي هو الاريثروبويتين. ريثروبويتين وان امبول ديلي فور 5 دايز مع الالوبرينول عشان نقفل الجلوتاثيون سايكل. الاثنين بيطلعوا لنا الاولاد اللي انا هوريهم لحضراتكم دلوقتي الفيديوهات بتاعتهم. ده الحقيقه طبقوها في الفران الاول وبعدين طبقوها في النيونيت، الحقيقه النيونيت سبقونا كانتنسفست يعني، واحنا ما طبقنا عندنا فانتاستيك، تمام. يبقى الرساله اللي عايز اوصلها لحضراتكم 92 ل 95 دونت فورجيت، وبص على الاوكسجين ساتوريشن جاب لما يجي لك البيشنت بتاعك، خلاص خد منه زي ما بتحطه على البلس اوكسيمتري، شوف الاوكسجين اللي دايما لما بشوف الاي بي جي بشوف البي او 2 والبي سي او 2 والبي اتش، ما حدش بيبص على الساتوريشن، بيقول ما هو الساتوريشن ما انا شفته بالبلس اوكسيمتري خلاص. نشغل الفيديو لو سمحت. انا هوري حضرتك دلوقتي تو فيديوز لتو بيشنت واصلين لنا ارستد على تيوب، تمام. البلس مثلا بنتكلم في 20 30 بلاد بريشر انديتكتد، تمام، لمده نص ساعه او مده ساعه. ده واحد وقع في ترعه، صاحبه كان بيلعب معاه بالعجله ورماه في الترعه وسابه ومشى هذا الطفل اللذيذ الجميل ده، تمام. وجالنا افتر 2 اورز، تمام. المفروض طبعا البيشنت دول كلهم برضو لما بيتحطوا على الاوكسجين كل ده هيطلع سي بي. ده افتر 1 ويك اونلي 1 ويك من الاريثروبويتين والالوبرينول، زي طبعا اللي هو المانجمنت العادي بقى الفنتيليشن وحط اللي انت عايزه، مع الحرص تماما ان الساتوريشن بتاع حضرتك ما يعلاش عن 95، خلاص يا شباب 95 اللي هو الطب بتاع السنه دي يعني، يعني نظام بقى 99 وانت بقى مثلا داخل لقيته 100% وتبقى النائب فرحان قوي يا دكتور ده الساتوريشن 100% انا خلاص جبنا مجموع ممتاز. ادي واحد تاني اللي سمعت. دي طفلة تانية كانت عندها برونكونومانيا وحصل لها ارست، تمام، من في دكتور في مستشفى بقى، دي بقى المرة دي خلاص حصل ارست كاردياك ارست وما عرفوش يعملوا مانجمنت كويس، فركبوا عليها تيوب وجابها لنا بسرعة العناية. طبعا كانت جاية لنا يعني متأرستد بوست ارست، برضه نفس القصة، خدت الالوبرينول وخدت الاريثروبويتين زائد الريجولار مانجمنت، ده برضه افتر 1 ويك. وهي كانت عندي في العياده اول امبارح، بقت مزقططه اخر زقططه يعني، بتعض بقى وتهيص وتشاور واخر جبال. فيعني ارجو ان احنا نطلع من المحاضره هم 3 بوينت اللي عايزهم من حضراتكم. رقم 1 92 95، رقم 2 بص على الساتوريشن جاب، رقم 3 اي عيان بوست ارست او مش بوست ارست طالما الساتوريشن عندك على اس بي او 2 من 92 ل 95 ما تدوش سبلمنت اوكشن خالص، خلاص، لان النيرس هتحطه من غير ما تقول لك، النايب هيحطه، الامتياز هيحطه، الاهل هيقول لك انت مش حاطه الاوكسجين ليه يا دكتور، خلاص، ويشخط فيك. فما تستجيبوش لو سمحتوا لهذا الاشي. And thank you. انا هقول لحضرتك، هو المفروض من 90، استاذ دكتور طارق كان قال لنا ايه امبارح، قال لنا 90 96، تمام. هتقول لي طب انت ليه قلت 92؟
لان احنا مع طبيعه الشعب المصري اللذيذ اللي هو بيحط التاتش بتاعه. فانت عندك 90 ده اللي هو اللي هو دي الحافيه، فانا مش عارف امشي على الحافيه، انا هقع. فانا بدي دايما لنفسي رينج للتعامل مع الناس. يعني خلينا واقعيين، انت حضرتك اللي بتحط الاوكشن مش حضرتك ولا انا ولا حتى المدرس المساعد ولا النايب، ده النيرس. وممكن لو في عنبر الام من غير ما ترجع للناس خالص، هي تخش كده العنبر تلاقي الفلوميتر محطوط وست حاطه على الاوكشن، ايه يا ستي في ايه؟ اصل الواد مخنوق شويه. فانت يعني الناس بتتعامل مع الاوكشن ده كانه بونبوني او ملبس او حاجه. فيعني لكن طبعا كلام حضرتك مظبوط، هو 90 الحد 90 مش 92. اتفضل. الفلوميترز الصالونات الاكسجين او البايب تيست. في دلوقتي اللي هو ايه الاوكسجين بروديوسنج ده اللي هو الجنريتورز، يعني بيقولوا اوكسجين كونسنتريتور او كونسنتريتور، مش عارف ازاي ان هو ايه اللي هو يقدر يعمل كونسنتريشن للاوكسجين. هل ده هو سيف للاستعمال؟ والله بص حضرتك، الى الان طبعا دي حاجه مش موجوده في الهوسبيتالز، يعني دي موجوده هوم. فالحاجات الهوم احنا بننصح الاهل دايما او بننصح الناس ما تتعاملوش مع حاجة، يعني انت بالشغلك في البيت انك تحط العين على الاوكسجين. This is not your work. احنا بيجي لنا مثلا دي مش من عندنا، بس انا بكلم على الاكسبيرينس بتاعتنا مع ناس ادلت مثلا، بيجي له مثلا كاردياك اسكيميك بين، وممكن لا قدر الله يدخل في كاردياك اريست. او الموضة مثلا دلوقتي الولاد اللي عندهم لونج كيو تي، كانت في محاضرة قلت لها من سنتين ثلاثة عندكم، اللونج كيو تي وراح الجيم وفرحان بعضلاته وبتاع، بيلعب بقى تريد ميل وبيزق على نفسه، هوب جاله في اف ووقع في الارض، جاله اريست. كل دول لو انت حضرتك حطيناه على الاوكشن ومن غير ما نبص على الساتوريشن بتاعه، انت بتدخله بيرمننت برين دامج. بيرمننت برين دامج ده هيعيش معوق مدى الحياه بسببي. يعني دايما نقول في العنايه للولاد الصغيرين، هيقول لك يا دكتور ما انتوا بتدخلوا الناس بيموتوا. يا سيدي ماشي، هو داخل بيموت اوكي، بس ما تموتوش انت، يعني ما تبقاش انت الذا كيلر. يعني بلاش الياتروجينيك، خليه هو جاي بالسيكونس اوف هيز ديزيز، وهو جالك ليت وانت عملت اللي عليك وربنا بقى ايه هو ونصيبه. لكن ما تبقاش انا الاندكشن اوف ذس او اندكشن اوف بيرمننت برين دامج. ده اللي انا قصدي عليه. تايم ليميت للبوست ارست ان انا ابدا الحاجات اللي حضرتك قلت عليها اسرو والتين والجرينول، ولا يعني انا اجري عليها ارست بشتغل عليها عادي بتاع مين بقى اللي ياخد؟ يعني كله هياخد. بص اقول لك حاجه، احنا جالنا طفله كانت مع مامتها على الطريق الزراعي وحد زنق عليهم وقعوا في ترعه، اللي هي ترعه اللي بعد البحيره دي، خلاص. والام طلعت بعد نص ساعه وعبال ما فائت بتقول فين ابني، فين ابنك، ابنك تحت في العربيه تحت. وجالنا يعني شوف بقى حضرتك بحسب التايم قد ايه لابس اللي قعد فيه تحت. وجالنا بقى عبال ما جالنا من دمنهور لحد طنطا، ولما خد طلع نفس زي الاخ اللي انا بس الفيديوهات معايا، بس مش هنحط لكم فيديوهات ناس كتير، يعني نفس الولد اللي انتوا شفتوه ده، خلاص. بس بياخد تايم شويه بقى، يعني هو بياخد تايم عبال ما يحصل له يرجع تاني للنورمال سيتويشن. لكن الى الان اور اكسبيرينس في طنطا في البيكيو في طنطا 100% كومبليت كيور لكل العيانين البوست اريست وات ايفر ذا تايم. هو الفرق الوحيد ايه؟ ان في واحد زي ده بياخد اسبوع، في واحد تاني ممكن ياخد شهر، بس هو بعد اسبوع او بعد شهر كلهم ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني بيطلعوا زي ما انت شايفاهم كده. لا هو 5 دايز بس الريثروبيتين 5 دايز، خلاص. والقالو برونو برضه نفس القصه 5 دايز. بسم الله الرحمن الرحيم.